أخ مكرم، يعني خليني يعني أسألك هذا السؤال المهم، إنه في القرن الماضي أو خلينا نقول من ابتداء القرن التاسع عشر كان في هجوم كاسح على الكتاب المقدس، كان بشككوا في تاريخيته، كان بشككوا في الأسماء، في التاريخ، في الجغرافيا. وإذا ممكن يعني تحكي لنا ليه كل هذا التشكيك، وبالضرورة يعني منهم المسيحيين لكن بالضرورة مش بالضرورة أنهم مؤمنين، وفي علماء غير مسيحيين اللي بيتبعوا هذه الأمور من ناحية علمية، فهل ممكن تعطينا فكرة عن هذا الموضوع، عن النقاد والباحثين اللي كانوا بينتقدوا كلمة الله؟ طبعا في فترة بداية القرن التاسع عشر بدأت مجموعة من الباحثين يدرسوا بشكل علمي أكاديمي صرف الكتاب المقدس. الكتاب المقدس طبعا مفتوح للجميع، وما فيش حدا مثل ما تفضلت في المقدمة، فيش حدا بيهدد، فيش حدا بيهاجم، الأمر مفتوح. فهن بدوا يفحصوا من ناحيتين، الناحية الأولى اللي بيسموها النقد الأعلى، دراسة يعني الظروف وأحوال وخلفيات وعادات الكتاب المقدس، والناحية الثانية النقد الأدنى اللي هو نقد النص. النقد النص في يعني حسب أبحاثهم هن كل الأمور اللي شافوها إن هي لا توافق أفكارهم أو ما كانت واضحة علميا هاجموها، قالوا إنه هاي الأسماء مش مناسبة، هاي اللي ما كانتش موجودة في الفترة، هاي هذا البلد ما كانش موجود. لكن إجت الحفريات خلال فترة برضو القرن التاسع عشر، هو طبعا بذكر يعني على سبيل المثال مجرد للحصر يعني حفريات إبلة، وطبعا لا ننسى حفريات أوغاريت اللي فرجت الكلام والأسماء وأشياء جدا جدا مشابهة، حتى التعابير اللغوية المشابهة إنها يعني إنه كان العهد القديم موجود، يعني ابن بيئته، مش إشي استحدث، مش إشي نسخ، مش إشي زور، مش إشي زيف. وإن كان طبعا في ناس كتير لحد اليوم بعدهم بأيدوا في نظرية يعني التشكيك المختلف، لكن أنا باجي بقول بشكل بسيط تعالوا إحنا نتطلع نفحص نقطة نقطة. يعني إن كان يعني أنت ناقد أو بروفيسور أو أي شيء وبدك تهاجم لمجرد الهجوم، أوكي يعني إن شاء الله الرب يباركك في عملك ويعطيك الألقاب اللي بدك إياها، لكن إن كانك أنت يعني باحث أمين متعلم أو مش متعلم، افحص ادرس، عليك مسؤولية. وهذا اللي إحنا بنعمله اليوم، إن إحنا بنفحص الكتابات وبنطلع على الأطر التاريخية ومنقارن، وفي نفس الوقت أسيس نظرة وأقولها بشكل واضح، الأشياء اللي ما بنعرفها بنقول بنعرفهاش، ما فيش حدا بيعرف كل شيء، لكن إحنا بنبحث وبنشوف، عم نشوف بالفعل إنه كلمة الله محفوظة، وكلمة الله هالقد قوية، أقوى على فكرة من كل الكتابات الثانية اللي قليل جدا جدا ما بيهاجموها، رغم إنها تدرس بالجامعات وبالأكاديمية بشكل كبير، مع إنها ما إلهاش الموثوقية والمرجعية والمصداقية تبع الكتابات.